Je prends la parole. اجتماع صريح ومسؤول مع السيد رئيس الحكومة اليوم، واللي جميع الأطراف عبروا على الإكراهات ديالهم. اللي بغيت نقول أن اتحاد مقاولات المغرب كيطالب باش لي سانديكا يحترموا اللي وقعنا عليه في الالتزامات ديالهم اللي وقعنا عليهم في أفريل 2022. احنا بالنسبة للاتحاد العام مقاولات المغرب واعيين بالوضعية ديال العمال، واعيين بأن التضخم اللي وقع مس بالقوة الشرائية ديالهم، ولكن حتى الشركات عندهم مشاكل لأن التضخم مسهم في شراء ديال المواد الأولية. ولكن هادشي كله ما يمنعش أن حنايا كنشوفوا بأن خصنا نخدموا جميع باش نلقاو شي حلول اللي هما حلول مناسبة للجميع. باش نقول لكم أن نذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بزيادة في الأجور تقريبا في هاد 4 سنوات الأخيرة ب 20%، وأن هاد السميك في المغرب هو أكبر سميك في إفريقيا. كنتمناو إن شاء الله باش نخرجوا من هاد الحوار هذا بحفاظ مناصب الشغل كذلك، والحفاظ ونخلقوا مناصب الشغل في المستقبل، ونكونوا كنا مسؤولين وكنشوفوا المصلحة العامة هي الأولى. شكرا.